مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ارحب بحضراتكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقة، انطلاقة تاسع الأشواط وهو الخاص بفئة الأبكار الحقائق، وهذه الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاقات الأولى والتحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، لنتابع هذه الأسماء وهذه الشعارات، التواجد مع وبرة للسيد سعيد بن علي بن مرزوق المنصوري، من يقدم لنا وبرة على المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني التحديات الوصول والانطلاق مع جمايل راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري، والمركز الثالث مواري ناصر بن سالم بن محمد الدرعي، من يقدم لنا انطلاقة مواري، بينما المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام الوصول والانطلاق مع جمايل العود بن حمد بن عود العامري، من يقدم لنا جمايل القادمة على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس الوصول مع غبة عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري، من يقدم لنا انطلاقة غبة في هذه اللحظات، ومن الجانب الأيمن الوصول والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام الشايبة محمد بن سعيد بن سالم بن سلمة المنصوري هو القادم في هذه اللحظات، بينما الوصول والانطلاق مع الضبي محمد بن سالم محمد بن سلمة بن سالم بن نهية العامري هو القادم في هذه اللحظات، وأيضا الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام وغى سالم بن محمد بن سعيد بن محمد العفاري، من يقدم لنا انطلاقة وغى وأيضا القادمة والمنطلقة القابضة لسيد الزفنة بن الدحفة بن سعيد العفاري. نختم النداء مع وبرة هنالك القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن هنالك ظفار مسلم بن بخيت بن سالم بن جداد الكثيري هو القادم في هذه اللحظات مع انطلاقة ظفار. عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الصدارة، إلى التحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام الشايبة، من تحمل الرقم واحد تنطلق مع المركز الأول محمد بن سعيد بن سالم بن سلمه المنصوري، من يقدم لنا الشايبة على المركز الأول. الشايبة والتحديات الكيلومتر الأخير، يا مالك الشايبة يا بن سلمه، من يستفتح الكيلومتر الأخير مع انطلاقة الشايبة للسيد محمد بن سعيد بن سالم بن سلمه المنصوري، من يقدم لنا الشايبة الشايبة على المركز الأول. المركز الثاني الضبي محمد بن مسلم بن سالم بن نهيه العامري، من يقدم لنا الضبي على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والانطلاق مع الحذرة محمد بن علي بن روضة المنصوري هو القادم على المركز الثالث، يا سلام، ولكن العودة للمقدمة الشايبة الشايبة عصاتها في الابطال تسيطر على المركز الأول في شوط خاص بالإنتاج والمنتجين. محمد بن سعيد بن سالم بن سلمه المنصوري، من يقدم لنا انتاجه الفاخر، انتاجه المميز على المركز الاول على الصداره مع الشايبه على اول التحديات ال 400 متر الاخيره والخطيره، يا سلام، انطلقت الشايبه، تحركت الشايبه، محمد بن سعيد بن سالم بن سلمه المنصوري، مشكور يا حمد يا بن سعيد يا بن سلمه، من قدم لنا هذا الانتاج الطيب هو علي بن سعيد ومحمد بن سعيد بن سلمه المنصوري ابناء الوثبه وانتاجهم الفاخر، تهانينا وناموس للسيد محمد بن سعيد بن سالم بن سلمه المنصوري على فوز الشايبه، حملت الرقم واحد وانتزعت المركز الاول. المركز الثاني وصلت الحذره محمد علي بن روضه المنصوري. المركز الثالث كان الوصول مع بيه ناصر بن صغير بن عامر الزرعي، والمركز الرابع وصلت عاليه عبد الله بن غصاب بن مصبح راد الطير العامري، والمركز الخامس كان الوصول مع الضبي محمد بن مسلم بن سالم بن الهيه العامري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات في هذا الشوط. تهانينا وناموس لمالك الشايبه محمد بن سعيد بن سالم بن سلمه المنصوري على هذا الفوز والانتصار. لحظات الاعاده، لحظات التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام،
أربع دقائق كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية. أربع دقائق التوقيت الزمني، 24 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية. تهاني وناموس المركز الثاني، وصلت الحذرة محمد بن علي بالروضة المنصوري، والتوقيت الزمني أربع دقائق. مشاهدينا متابعينا الكرام، 28 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية بين المركز الثالث، وصلت بيّل سيد ناصر بن صغير بن عامر الزرعي بتوقيت زمني أربع دقائق 29 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. والمركز الرابع وصلت عالية عبد الله بن غصاب مصبح راع الطيرة العامري والتوقيت الزمني أربع دقائق 29 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. والمركز الخامس وصلت على خامس التحديات الضبي محمد بن سلم بن سالم بن نهية العامري بتوقيت زمني أربع دقائق 30 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.